يتجدد لقاؤنا مشاهدينا الكرام لنصحبكم إلى عدد جديد من برنامجكم تواصل دوت كوم، وفي هذا العدد معنا أربعة ملفات. في الأول، نزاع عشائري بين عشيرتين يهجر 90 عائلة من منازلهم، من بينهم 400 طالب تركوا الدراسة. إلى بغداد والبصرة الآن، وهناك سوء الواقع الخدمي يهدد بكوارث تستهدف الطلبة وعموم المواطنين. في الملف الثالث، الكادر الطبي بمدينة الطب في بغداد ينقذ طفلاً ظنوه أهله ميتاً، وامرأة من الرمادي تنجب 3 توائم. أما في العنوان الرابع فسنذهب إلى إيران، وهناك إيرانيون غاضبون يواصلون إحراق مقرات للبسيج التابع للحرس الثوري. للأسف، رغم ما يمر به العراق من شدائد واستهداف حكومي، إلا أن النزاعات العشائرية مستمرة. خلافات تتطور إلى مسلحة بين عشيرتين وتهجير 90 عائلة من منازلها، بينهم ما يزيد عن 400 طالب تركوا الدراسة بسبب الاقتتال بين هاتين العشيرتين. السؤال الذي لا بد منه هنا: أين القوات الحكومية؟ لا علاقة لها بالأمر. أين الأجهزة الحكومية الأخرى؟ ربما كانت مشغولة بتأمين مقرات انتخابية أو تأمين وحماية شخصيات تسعى هذه الشخصيات إلى كسب مقاعد في البرلمان القادم. أما المواطنون فليقتتلوا ليستمر مسلسل التدهور الأمني في البلاد للأسف. إلى البصرة الآن، وهناك لا يزال مئات التلاميذ مهددين باحتمالية الموت غرقاً بمياه النهر، وإذا أرادوا النجاة من الغرق عليهم أن يتركوا المدرسة التي يفصلهم عنها جسر مهدم يهددهم بالموت. تحية طيبة أحبائي. بالانتفاضة الشعبانية، المناطق اللي بشمال البصرة طلعت تصيح لا ولي إلا علي، والريف قائد جعفري. فبعد سنوات كنا نتأمل يجينا قائد جعفري، إجانا قائد يسمونه نقري. هذا جسر في شمال البصرة. بشوفوا هذا الجسر وحال الجسر، وشوفوا الأطفال شلون يصعدون عليه. شوف هاي مشاريع البصرة وأموال البصرة وفلوس البصرة اللي صرفتها أحزاب الصدفة. شوف الجسر شنو حاله. شوف الأطفال ما نقدر. وين طالبته؟ اي والله طالب. قد بعد مدرستك؟ اي والله. احكي لي بالله، احكي لي، اريد بلاغتك تحكي لي شنو حال الجسر. الجسر والله ما نقدر نعبره. شو اسم المنطقة؟ نجيرة. هذا بالنجيرة بشمال البصرة. كم نائب بشمال البصرة؟ كم عضو مجلس محافظة بشمال البصرة؟ هؤلاء الأطفال الذين يكبرون في وطنهم كالغرباء أجبروا على واقع لم يختره أحد منهم. كل يوم يمرون من هنا والكوارث محتملة أن تقع من حين إلى آخر. هاي الجسور بشمال البصرة. كم طفل يغرق؟ هذول الطلاب شلون يعبرون المدرسة؟ شنو حال هذا الجسر؟ والله بالضبط. أطفال غرقت؟ إيه. إيش قد؟ اثنين غرقوا؟ صار قد؟ هذا واقع الجسر إلى كل مسؤول يدعي إنه مسؤول. الطلاب يقولون غرق 2، 3، 4 من وجهة نظر الحكومة لا يهم، فهناك ملفات أخرى تستحق أن تصرف عليها أموال العراق أكثر من أن تصرف فيما يسمح وفيما يحافظ على حياة أهله وهؤلاء الصبية. سؤال يلح على كل عراقي حر: أين اختفت الأموال المخصصة لصيانة جسور الصفيح والفلين شمالي المحافظة؟ وإلى متى يتواصل التهاون والاستهتار بأرواح هؤلاء الصغار في البصرة وفي مختلف أنحاء العراق؟ إلى أهالي هؤلاء الطلاب، عليكم أن تسعوا بكل ما أوتيتم من قوة لتنتزعوا حق أبنائكم. أجبروا المحافظة على إصلاح الجسر ما أمكن، على ترميمه، وقبل ذلك أن ترمم ذاتها وتصلح نفسها قبل أن تصلح الطرقات
والجسور. إلى كارثة أخرى في بغداد، عمود كهرباء يخرج منه الماء. يا سبحان الله، إبداع لا مثيل له وربما لن يتكرر. طبعا هذا العمود مال كهرباء، شوف النضوح مال ما راح اقرب الصورة شوية اكثر بعد. هذا يبدي الصبح ينضح ماي لحد الظهر، لغاية الظهر. شوف الماي اللي نازل جوا اسفل العمود، هذا الماي باعوه، هذا الرسالة موجهة. هذا العمود طبعا باعوا له، يعني في ضغط عالي كهرباء، هذا بالتجاري مقابل مصرف الرافدين وبطاقة تموينية. بس احنا مو على الماي، مو على ينتيل وما ينتيل، خاف العالم هم يجي واحد من هذول العقول الجهلة عبادة الأصنام ويقول لك هذا العمود مبارك، هذا العمود جاي يشافي مرضى ويقضي حوائج، ويشدون عليه علق وعلق فوق علق وعلق فوق علق، وتعال يا خالد شايلنا. حتى ابو المحل يعزل يسوي مزار، رحم الله والديكم، عالجونا هذا الامر، جزاكم الله لكم. المسؤولون في العراق لا يعرفون المواطن اطلاقا الا اذا كان هناك فاتوره او دفع وتحصيل ضرائب جديده يصرفونها فيما يخدمهم، لا فيما يخدم هذا المواطن وغيره من المواطنين. عمود لكهرباء الضغط العالي وعليه ثقل كهربائي خطير يحيطه الماء من كل جانب، ولا صيانة ولا إصلاح، إلى معاناة جديدة تستهدف الطالبات الآن، طالبات مدرستي القبس والفرسان الابتدائية تحديدا في منطقة الأصمعي الجديد بمحافظة البصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الأربعاء 31/1/2018. اليوم خلينا نسولف عن قصة من قصص المأساة الأخرى لمنطقة الأصمعي الجديد. هذا الشارع الوحيد المؤدي إلى مدرسة فيها دوامين، مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية الفرسان وقبس، يعني لازم نمر من هذه المياه الآنسنة والوضعية التعبانة حتى توصل هذه التلميذات إلى المدرسة، مدرسة الابتدائية. يعني بصراحة مشكلة، البعض يقول لما تظاهروا أهل الأصمعي ليش حرقوا الإطارات وكذا، صح، تظاهر بوعي وبسلمية مطلوب، لكن هذه القصص وهذه المعاناة أكو واحد يشوفها، أكو واحد يلتفت لها. هذه المدرسة دمرت، فلشوها وراحت انتهت منذ 8 سنوات، والمدرسة الأخرى الفرسان بقى هذا الشارع الوحيد اللي يؤدي لهذه المدرسة، مدرسة قبس الابتدائية ومدرسة الفرسان، هذه بها دوامين. كم تلميذة تجي الصبح اليوم والعصر، كم طالب للإعدادية، كم مدرس، كم معلمة. بالتالي هذه المعاناة اللي ننقلها وهذه المأساة. أكو مسؤول عنده ضمير على مستقبل هذه التلميذات؟ أكو مسؤول ممكن تأخذ الغيرة ويلتفت إلى هذه المسألة وهذه المعاناة؟ إنا لله وإنا إليه. وقد أسمعت لو ناديت حيا، تدهور القطاع الخدمي في عموم العراق يرجع إلى الإدارة الحكيمة التي يتمتع بها الدكتور العبادي، ومن ورائه الوزراء المستأمنون على مستقبل العراق وأبنائه. هل ظل شيء في العراق لم يصبه الدمار بعد؟ الحمد لله أن هناك بقية من خير لا تزال صامدة وحاضرة في الروح العراقية. في مدينة الطب بغداد، ذو أحد الأطفال الصغار جاءوا لاستخراج شهادة وفاة من أجله. فريق من الأطباء عاين حالة الطفل الذي ظن أهله أنه فارق الحياة، وبفضل الله ثم بفضل اهتمام فريق من الأطباء في مدينة الطب للأمانة، وهذا حصل بحق، نجا هذا الطفل من الموت وعادت الحياة تدب في عروقه من جديد. هذا ليس تهكما وإنما حقيقة وقعت، شاهدوا بأم أعينكم. We'll need work up, of course. كل زين سبعة ثمانية.
في ذلك ترى جدائن دوس سبحان الله، يحيى العظام وهي رميم. الشكر لهذا الفريق الطبي الذي قام بدوره ولم يتقاعس ولم يترك فترة المناوبة كما حدث مرارا وتكرارا في البصرة أو بغداد وغيرهما من المحافظات. مثل هذه الأخبار المليئة بالتفاؤل معنيون نحن بعرضها دائما حينما نلمسها واقعا، وهذا ما نتمناه أن يكون في العراق. أيضا نذهب الآن إلى صورة أخرى من صور التفاؤل، إلى الرمادي. هذه المدينة التي تشبه طائر الفينيق الذي يقوم من بين الرماد، يصارع الموت ويعود إلى الحياة. الرمادي التي تشبه بصمودها الفلوجة، وهي المدينة التي خيبت ظن كل من توقع أنها استسلمت للموت فعادت إلى الحياة من جديد. امرأة من الرمادي تنجب 3 توائم، شاهدوا. على رأس بسم الله الرحمن الرحيم. تم دخول المريضة شيماء جاسم محمد إلى مستشفى نساء الأطفال يوم الأربعاء بتاريخ 31/1/2018. الله رزقها بكل أطفال، بنيتين ولد، والآن بصحة جيدة والحمد لله والشكر. الولادة طبيعية طبعا. عمر المريضة 30 سنة، والآن في قسم الخدة المعقمة في مستشفى نساء الأطفال في الرمادي، والأطفال بصحة جيدة والحمد لله. وشكرا جزيلا تعجبك السعيد مسؤول قسم الخدة في مستشفى نساء الأطفال. جميلة الأخبار المليئة بالتفاؤل حينما تفرض نفسها، وهذا ما نتمناه في عموم العراق. ولكن المشهد تغلب عليه السوداوية للأسف. تصر الرمادي على الحياة رغم كل خفافيش الموت التي حاولت كسر إرادتها، وتبقى صامدة تبعث الحياة ليس لنفسها فقط وإنما إلى عموم أرجاء العراق. إلى إيران الآن، وهناك يتواصل الغضب الشعبي على قوات البسيج. تعالوا نتعرف على ما يحدث هناك معا. بسيج كارگران و بسيج إدارات. زنده باد ریستارت، زنده باد حسینی. في فقرة آراءكم، استثمارات الأحزاب، بينها ما يطلق على نفسه حزب الفضيلة. كيف تلقاها الشارع العراقي على فيسبوك وتفاعل معها؟ وكيف علق الشباب بشأن هذه الاستثمارات؟ دعونا نتابع هذا الفيديو ومن ثم نذهب إلى التعقيبات. أملاك الدولة باح المحافظ على الله على أبوكم يا مستوى المحلات. يا ملايين
خليجي خليجي هو خليجي خليجي هو خليجي جاي من المحافظة جاي من المحافظة المحافظة خليجون بعض رئيس المحافظة خليجون كلهم خليجون كلهم خليجون ناس الشعير إيجارات كل شهر شهر ما عندنا إيجارات كل شهر إيجارات باطل إيجارات كل شهر باطل اطلع باطل إنهم يريدون الاستثمار ولو كان على حساب المئات أو الآلاف من الشباب العراقي. حسناً، نذهب الآن إلى التعقيبات على هذه القضية، الاستثمار من حزب الفضيلة في الديوانية وغيرها. نتابع التعليق الأول الذي كتبه حسين القصير، كتب: إن باعت الديوانية تفصيخ بحجة الاستثمار. حسين يقول إن ما حدث في الديوانية هو عبارة عن بيع، هو عبارة عن استغلال لقوت أهلها وحقوق أهلها بدعاوى الاستثمار، وهي دعاوى لا يستفيد منها أهلها شيئا ولا يجدون على أرض الواقع ما يخدمهم وما يدعو إلى التفاؤل. إلى تعليق جديد الآن. نصير محبوب أربيع يكتب: يمكن بعد كم يوم حتى الأرصفة قدام باب بيوت العالم ينطوها استثمار فرهود، والله دمرتوا المحافظة، مناطق خضراء، ساحات كورنيش الديوانية كلها انطيتوها، هذا منه العالم، هذا منه العالم اللي جاي يخطط لكم، اتقوا الله بالديوانية يا محافظ. هي رسالة إلى المحافظ من هذا الشاب العراقي، اتقوا الله بالديوانية، اتقوا الله بأهلها، لا تخدعونا بدعاوى الاستثمار التي لا تعود على الشارع بفائدة والتي لا تنطلي على شباب الديوانية ولا على عموم أهلها، إنما يأتي هو عبارة عن محاصصة واستغلال واستيلاء على حقوق الغير بدعوى الاستثمار. إلى تعليق جديد. عبد الحسين الأسدي يكتب: هاي الأحزاب الإسلامية بين قوسين طبعا باعت ساحات المدارس، سوتهن محلات، وساحة الكورنيش هم سووا محلات، والمتنزه بالجزائر هم سووا محلات. أكو مكان احتمال نسيه، مدرسة بشارع العلاوي سووا مو تنسون، خوش موقع سووها محلات حتى تشبعون. هنا بطريقة ساخرة يقول لهم: مثلما سرقتم أو استولوتم أو سطوتم أو سيطرتم على منطقة كذا وكذا وكذا في الديوانية، هناك مناطق لم تخضع لسيطرتكم بعد، اذهبوا وخذوها، فالبلاد بلادكم وهي تركة أبيكم، حتى تتحكموا بها طولا وعرضا وتتحكموا بحقوق أبناء العراق. العراق لا ينسى وأهله أحياء. إلى تعليق جديد. حسين كتب، حسين يقول: خلوا الفقراء تعيش، تركضون وراء الناس، كافي كله فلوس فلوس، أدري الفقير إيش يأكل، وين يروح؟ حسين يقول: إذا سرقتم اتركوا ولو قضمة من أجل الفقراء، من أجل البسطاء، من أجل المعوزين، من أجل الناس الذين لا يساومون على كبريائهم ولا يقبلوا أن يساوموا على كبريائهم وعلى قوتهم وعلى حقوقهم وحقوق ذويهم. إلى تعليق أخير في هذا الموضوع. الياسري الياسري يكتب: مع الأسف نكرات تلعب بأهل الديوانية، والله راح نموت من القهر من هالوضع. الياسري وضع يده على الجرح وأكد أن ما يحدث ليس استثمارا، وإنما هي محاولة لكسر إرادة الشارع العراقي في الديوانية، محاولة للي ذراع شباب الديوانية لإجبارهم على القبول بأمر واقع تحت مسمى الاستثمار، وهو الموضوع الذي يرفضه الشباب جملة وتفصيلة، ليس فقط كما جاء في هذه التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما كما شاهدتم على الأرض ميدانيا حالة الغضب التي ظهر بها الشباب العراقي في الديوانية رفضا لأكذوبة الاستثمار. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. في تويتر نشط هاشتاغ أو وسم إلكتروني بعنوان كمغرد عراقي، هي عبارة عن افتتاحية لمعلومة أو لأمنية أو لفكرة يطرحها مغرد عراقي مختلف. اخترنا لكم أربع تغريدات، نذهب إلى الأولى ونعرف هذا المغرد
ماذا يتمنى أو ماذا يتخيل كمغرد عراقي؟ دكتور عقبة الزبيدي يقول كمغرد عراقي يجب أن نساهم في إعادة إعمار وترميم الثقافة العراقية والعقل العراقي الخلاق، ثقافة البناء والتطور والرقي، لا ثقافة الإقصاء والتخوين والقتل. دكتور عقبة هنا يطرح يعني نوع من المعلومات الجميلة السوية الإنسانية التي تعتمد فكرة التوازن والتكامل ما بين مكونات أبناء الشعب الواحد. هي لغة سامية وراقية، ولكن أين الحكومة أو المسؤولون الذين تريد منهم أن يطبقوا هذا الكلام الجميل الذي نتمنى أن يتحقق للأمانة على أرض الواقع، ولكنه غائب تطبيقا وحاضر تعليقا للأسف. إلى تغريدة جديدة. سجى تكتب: كمغرد عراقي أريد حصتي من النفط بليز حكومتنا. سجى بنوع ساخر تريد أن تسلط الضوء على قضية، على حق عراقي، تقول إن هناك من يسطو على النفط، إن هناك من يجير هذه الحقوق وهذه الأموال وهذه الثروات إلى صالحه ويستثني منها الشعب العراقي، وأنا كعراقية تقول سجى أريد حقي من هذا النفط، الحق أن ينظر بأمرها وبطلبها. إلى تغريدة جديدة. علي الكنعاني يقول لا تجامل أحد على حساب وطنك. علي الكنعاني واضح فيما يقول: لا تجامل أحدا، لا تنافق أحدا، لا تؤيد أحدا على حساب الوطن. أيده إذا كان مع الوطن، لكن أين من يقف مع الوطن حتى يؤيده أو حتى يؤيده العراقيون؟ لا ننكر أن الخير موجود، ولكن الوجوه التي يعني تعتلي سدة الحكم والمشهد السياسي في العراق اليوم لا يمكن أن تمثل العراق بشكل من الأشكال، وأهل العراق يفهمون ويدركون ذلك جيدا. إلى التغريدة الأخيرة. شنيورتا تكتب: أنا كمغرد عراقي لا تغريني الكتل والأحزاب والدعايات الانتخابية، لأنها بهرجة ونفاق وكذب، ولم نحصل على شيء يفيد البلد والمواطن منذ 14 سنة. سينيوريتا هنا إذا كنت نطقت اسمها صحيحا، سينيوريتا تقول إن ما يحدث في العراق الحالي لا يخدم إلا الأحزاب، لا يخدم إلا من رزحوا عبئا ثقيلا على يعني أكتاف العراق الحالي، فأثقلوا أهله وأشبعوهم جوعا وأشبعوهم ظلما واستغلالا وقتلا وتدميرا وسرقة. هذا ما يحدث اليوم كمغرد عراقي. هذه هي مجمل التغريدات التي اخترناها لكم اليوم. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. مساحة من الترفيه الحر لا بد أن تحضر معنا في ختام هذه الحلقة. نترككم معها الآن، وحاولوا أن تتعرفوا على الشخصيات التي ستظهر في المقطع المصور القادم، كل حسب ظهوره. واحد من أخوي يقول لي كان أكو واحد عندنا في سوق، ما أريد أن أجيب لا اسم السوق ولا اسم صاحبه، يصيحوا له فلان فلان فتيلة كله شمعة منورة، عنده محل مصوبات، شمبر مصوبات، ومعلق له قطعة يصلح صوبات ويركب فتايل، كان هارب من الجيش ويقعد يصلح صوبات. فرد يوم وجدت شفته مال انضباطية للسوق، لزمه أخونا أبو فتيلة، شالوا بندو صوندات من هاي الزينة حطوه بالبودي، هارب من الجيش ندب بالسجن.
اجت الديمقراطيه وطلعوا المساجين. صاحبنا اللي كان مسجون لانهارب من الجيش العراقي طلع من السجن بصفه سجين سياسي معارض سياسي. انا وانت كذا برضو وانت كذا بالضبط. والله شو ذاك اليوم انقلب لنا على محطه من المحطات الفضائيه، شو طلع صاحبنا ابو فتيله ضارب له قاط ازرق. انا وخوش مدير المال الازرق القاط، ماكو قاط ازرق ورباط احمر ومرتب اموره ومحفحف اللحيه وضارب عطو وقاعد المذيع يسأله وهو جاي يحلل الواقع السياسي وعلاقة البلد بدول الجوار. ايه الحلاوة جاي؟ الله يطيح حظ البلد اللي يقود ابو فتيلة، الله يطيح حظ البلد اللي يقود ابو فتيلة. اسيب القناة وامشي يا جدعان. يعني بربكم اذا محللنا ابو فتيلة هم تقوم النقائمة بعد احنا؟ يا عيني ده اتصدم. جينا هسه احنا حكينا عن واحد ايش كم ابو فتيلة بالمنطقة الخضراء. اتكل على الله واشتغل رقاصة يلا. شر البلية ما يضحك، وفي العراق ما يجبرك أن تبتسم رغم الألم حينما تجد مثل هذا الواقع السياسي وحينما تجد مثل هذه النماذج هي التي تعتلي سدة الحكم في العراق للأسف. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل.com. غدا بإذن الله ألتقيكم على خير. السلام عليكم.